يا اهلا بيكم مره تانية في تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. والحقيقه الحديث لا ينقطع عن الاداء المحترم والنتائج العظيمه اللي محققها فريق كره اليد في النادي الاهلي في الفتره الاخيره، وتحديدا في بطوله كاس الكؤوس اللي وصل بالفعل لنصف النهائي في هذه البطوله. ومش مجرد وصول، لا، وصول مشرف باداء مشرف وبسكور عالي جدا جدا جدا، فرق كبير في كل الجيمز اللي فاز فيها طبعا الفريق الفتره الاخيره على كل منافسيه، فرق كبير في السكور بينه وبين كل المنافسين. هنتكلم بقى عن مشوار النادي الاهلي في هذه البطوله وكيفيه الاستعداد لما هو قادم مع كابتن سامح لبيب، وهو واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين في عالم كره اليد. صباح الفل على حضرتك واهلا بيك. ربنا يخليك، الحمد لله تمام. صباح الخير على حضرتك، منورنا اكيد. وهخش في السؤال كده على طول بقى علشان الواحد يحاول يجيب الإجابة الصح أو اللي هي المظبوطة زي ما بتقال. يعني كابتن سامح، بتشوف الأداء، لأن احنا معلش الفترة اللي فاتت لا ما كانش أداء يليق أبدا بالنادي الأهلي، ما كانش ده المتوقع من الفريق بتاعنا. دلوقتي في طفرة كبيرة جدا حصلت وكلنا سعداء بيها وعندنا أمل في اللي جاي. هل السبب راجع ليه أن أنا ابتديت أركز أكتر، ولا أن أنا ابتديت أختار مدرب مختلف؟ أن أنا طبعا يعني جبت مدرب مختلف وأجنبي، وجبت صغار سن مختلفين برضو وفي منهم محترفين وضمتهم للفريق. هل ده السبب وراء هذه الطفرة اللي حصلت، ولا الموضوع راجع لإيه؟ هو بص حضرتك، هو الموضوع ان المدرب الجديد ده كان حاله جديده داخله على الفرقه. احنا عندنا طبعا عناصر في الفرقه، عناصر كلها سنها صغير وعناصر واعده كلها في المنتخبات لابطال عالم واللي تالت عالم. فالمدرب اللي جه ده عمل توليفه من اللعيبه مع بعض، زائد الفتره اللي فاتت الحاله النفسيه بتاعتهم، المعسكر اللي راحوه المنتخب ده في المغرب قصدي، لم اللعيبه حواليه وادى دافع للعيبه، فبالتالي دي اصبحت هي دي النتيجه. الحاله النفسيه بتاعت اللعيبه بقت عاليه. الماتش اللي كسبوه ده رفع حالتهم النفسيه، كان بقالهم فتره كبيره ما بيكسبوش الزمالك، فده ادالهم دفعه، واللعيبه نفسها حست بنفسها خلاص ان انا ممكن اكسب بقى خلاص. فدي هتبقى المرحله اللي جايه، هتبقى يعني مرحله متقدمه بالنسبه لفريق النادي الاهلي. يعني التناغم بقى موجود، بقى فيه زي ما بتقال تيم، بقى فيه روح التيم، يعني مش لعبه فردي. الروح، واحنا بنتكلم على الرياضه في الفتره الاخيره لوحدها، لو هنتكلم على المنتخب بشكل عام منتخب مصر، لا في تألق ملحوظ الحقيقه وفي اداء محترم جدا. فغريبه ان ده كان غايب عن لعيبه النادي الاهلي ولو حتى لفتره، بس ازاي ده كان حاصل وليه ده كان؟ وبص حضرتك، ده كان حاصل لان انت عندك لعيبه الزمالك كلها، عندك 6 لعيبه منتخب مصر اساسيين في 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 منتخب مصر، تمام. فعندهم الزمالك لامم كل اللعيبه الجامده في مصر، صغيرين وكبار. فعشان انت تعدي المرحله دي كان محتاجه شغل جامد. يعني الفتره اللي فاتت كان في شغل، بس انت من يعني مفيش توفيق، مش عارف توصل. المدرب الاجنبي ده حاله جديده بالنسبه للعيبه كطريقه تدريب او كنفسيا كفكره. فلم اللعيبه كويس وعمل وظف اللعيبه كويس، فالطفره اللي حصلت دي والمكسب ادى اللعيبه دفعه واداهم روح، كان بقالهم كتير اول ما بيكسبوش. فالفتره اللي جايه هتبقى روحهم عاليه، هتبقى نفسيتهم مستريحه، طريقه اللعب بتاعتهم مختلفه، فهنشوف ان شاء الله فريق الاهلي الفتره اللي جايه حاجه مختلفه ان شاء الله. نامل ذلك لان الاهلي يستحق، واللعيبه عندنا زي ما حضرتك قلت عندها كوادر حلوه، لكن يمكن ما كانتش يعني التركيز فيها او الاشتغال عليها كان بشكل مرجو او بشكل جيد. فعلا احنا ما كناش عارفين نوظف الكوادر دي بشكل سليم كانت الفتره اللي فاتت. دلوقتي ابتدينا نشوف لعب جماعي رائع جدا، حاله نفسيه اكثر من رائعه، تناغم في الملعب، فكلها حاجات ايجابيه اكيد مبشره لما هو قادم. فكره كمان حراسه المرمى عندنا لا فيها طفره كبيره، فكابتن سامح برضو لو هنقارن ده بالفتره اللي فاتت والاداء المتغير في حراسه المرمى تحديدا. هي برضو هنرجع برضو نفس الكلام اللي انا قلته، ان انت لما الفرقه بتبقى دفاعها جامد وبتلعب بقوه بتدي امان لحارس المرمى، او بتساعد حارس المرمى ان هو يبقى متالق، فاهم ازاي؟ لكن القصه ان انا دفاعي كان ما هوش بيلعب بروح، فكان الضغط على الحراسه على الحارس كتير، فالحارس ما بيبقاش على مستواه. هو الطمأنة متبادله، يعني برضو اللعيبه لما يكونوا عارفين ان في وحش بيحرس عارينهم برضو ده كمان بيتعب بالنسبه لهم، فهي هي علاقه تبادليه. يعني هو احنا مش هنختلف في دي، احنا عندنا حراس مرمى كان احسن حارس مرمى في العالم في الناشئين، وطه نفس الكلام منتخب 98 كان من حراس المرمى الاقوياء، وسيد اللي هو الاعاره ده بتاع سبورتنج من حارس المرمى الاقوياء. فعندنا حراسه المرمى ما فيهاش خلاف، بس احنا كلعبه جماعيه. بتكلم على حراسه المنتخب ولا الاهلي؟ لا بتكلم على الاهلي. تمام. الاهلي دول يعني حميد وطه وسيد. تمام. لا من احسن حراس مرمى في مصر، وحميد كان من احسن حراس مرمى في العالم. ما شاء الله. منتخب ناشئين. ما شاء الله.
طيب كابتن سامح، خلينا بقى نروح شويه للبطوله وكاس الكؤوس وغيره، خلينا يعني من وجهه نظر حضرتك طبعا وحضرتك كنت لاعب سابق، التحديات اللي بتبقى موجوده، الاستعدادات اللي المفروض تبقى موجوده، الكواليس كمان، يعني خلينا نروح مع حضرتك لحاجات يمكن احنا ما نشوفهاش او ما نعرفهاش. بص حضرتك، بطوله افريقيا عامه عندنا مصر بيبقى فيها اهلي وزمالك وفرقه من تونس وفرقه من الجزائر، فرق افريقيا احنا على طول عاليين عليهم. فاحنا دلوقتي البطوله ما فيهاش تونس وما فيهاش جزائر، فالبطوله هتبقى اهلي وزمالك مصريه خالص. فهو الميزه في المدرب بقى ان هو بيعمل روتيشن للعيبه، يعني بنزل ده شويه واطلع ده شويه، بحيث ان عنده يبقى الفرقه كلها بالدكه اللي بره يبقوا جاهزين للعب، زائد اللعيبه المحترفه اللي جايه. اللعيبه دول كانوا لاعبين نهائي كاس في قطر قبل ما يجوا، فاللعيبه دي لازم تاخد فتره راحه، جم على ماتش الزمالك السوبر على طول قبلها بيوم، فلازم اللعيبه دي تاخد عشان تبتدي تطلع اللي عندها. طب الدنيا هتمشي ازاي في راي حضرتك في لقاء نصف النهائي بكره باذن الله؟ هو ده نصف النهائي، يعني انا شايف ان لا، ان شاء الله الاهلي هيعدي، وهيعدي بسكور زي ما حضرتك قلت في الاول، هيعدي بسكور لان اللعيبه عندهم دافع جامد، واللعيبه مركزين، روحهم عاليه، المدرب لممهم كويس. اقرب منافس ليهم مين؟ الزمالك. الزمالك اوكي، اللي هو هيبقى الماتش النهائي ده اقرب، يعني هيبقى ماتش تقطيع ده. طبعا طبعا مش هيبقى فيه هزار يعني. طب لو كلمنا عن المنافس الوحيد دلوقتي هو الزمالك، واحنا عارفين الفتره اللي فاتت الزمالك لا يعني عنده فعلا اسماء عظيمه جدا في المنتخب، كمان كان يعني الشكل النهائي كان حلو جدا كاهلي وزمالك، بس برضو انت لما تيجي تتكلم لا زي احمد الاحمر، يعني عندهم لعيبه تقال بصراحه. اما اجي انا اقارن نفسي فنيا برضو، بتقيمنا ازاي معاهم؟ يعني خلينا نفهم من وجهه نظر حضرتك التقييمات، الفروقات، النقاط الضعف هنا، نقاط الضعف هنا، خلينا نعرف منك. بص حضرتك، هو الناس يعني احنا جايبين اثنين محترفين، الزمالك فيه اربعه خمسه بيعتبروا من احسن لعيبه في العالم، مش هقول في افريقيا، صحيح على مستوى العالم، لا اربعه خمسه تقال، هي طريقه اللعب نفسها هي دي اللي بتفرق كتشنه وكتمرين، انا مرن اللعيبه على ايه. الزمالك بيلعب لعب جماعي، يعني الزمالك لعبه كله جماعي، فانا كمدرب لو قدرت اوقف اللعب الجماعي ده واقلبه ان هم يلعبوا لعب فردي، يبقى انا نجحت في القصه دي. مش مساحه اللعب الفردي محدوده الى حد ما في الرياضه دي بصفه خاصه؟ محدودة. يعني لا مفر من الجماعيه في الاداء. انا بقى كمدرب احدد بطريقه دفاعي ان مثلا الباك بيخش او الهاف بيخش، لا اقفل الحته دي عشان الحته دي اشتغل على الفردي بس. دي بتبقى ذكاء مدرب. الهجمات المرتده يعني. في الهجمات المرتده وفي اللعب المنظم. ان انا اقدر اقفل عليهم في طريقه الدفاع بتاعتي، ان انا اخليهم يشتغلوا شغل فردي. طبعا لعيبه الزمالك عندهم خبره طبعا، يعني الحاجات دي مش هتتعمل عليهم بالسهل، بس انا بتكلم على فكر مدرب وازاي ابقى لامم اللعيبه وازاي مديهم روح وابقى قاري كل لعيب بيعمل ايه ومرن لعيبتي عليه، هو ده اللي بيفرق في الماتشات. على فكره اللعيبه برضو هل يعني الى اي درجه في دمج مرضي ومفيد وبناء في الفريق بتاعنا فيما يتعلق بوجود عناصر شابه باور فول باور زي ما بيقولوا، وبرضو لا غنى عن التطعيم بعناصر من اصحاب الخبره، الموازنه دي الى اي درجه متحققه في فريق النادي الاهلي؟ هي احنا عندنا يعني يعتبر فريق النادي الاهلي كله اسلام، هو ده اللعيب المفروض الكبير في النادي الاهلي. اوكي، بقيه اللعيبه كلها عناصر شابه، كلها عناصر شابه. عنده كام اسلام تقريبا؟ اسلام حوالي عنده 35 او 36. اوكي، بقيه كله 22 و23، فالمستقبل اللي جاي كله هو تقريبا احمد الاحمر برضو نفس السن 35 37 38. اوكي، فالفتره اللي جايه كلها لا، اللعيبه دي هتاخد خبرات وهتبقى مكسب للنادي الاهلي لفترات قدام ان شاء الله يعني، وقوام للمنتخب لاحقا. قوام للمنتخب طبعا. ان شاء الله. طيب لو اتكلمنا عن فكره ان الاهلي برضو صاحب هنا يعني اكبر انجاز في مونديال الانديه، فهل برضو رؤيتك للي جاي ايه؟ وهل نقدر نحافظ؟ يعني انا عايزه اخد جرعه تفاؤل منك كابتن سامح زي ما بيتقال يعني. بص حضرتك، هو النادي الاهلي ككيان، لا انا ببص لو في لعبه فيها دروب، مجلس الاداره كله بيتكاتف وبيعمل كل جهوده ان انا انجح اللعبه دي، فدلوقتي مجلس الاداره عمل الكلام ده. انتوا عايزين ايه وطلباتكم ايه؟ حقق الكلام ده واتعمل انجاز اللي هو السوبر. كاس العالم اللي جاي ان شاء الله هيبقى حاجه مختلفه خالص، الناس طبعًا كلها واقفه ورا فرقه كره اليد، فان شاء الله الفتره الجايه هتبقى حاجه مختلفه، يعني في استعدادات مختلفه وهيجيبوا لعيبه طبعا ان شاء الله تدعيمات، فان شاء الله الفتره الجايه هتبقى حاجه تانية خالص. خلينا نقف بعد اذن حضرتك عند النقطه دي ونرجع بعد الفاصل نتكلم بقى عن تفاصيل الاستعدادات دي، عشان اكيد في بطوله تهمنا كلنا، يعني مفيش شك في ده. هنطلع فاصل ونرجع نكمل، خليكم معانا.
كابتن سامح لبيب نجم الاهلي السابق في كره اليد لسه معانا، وخلينا نروح للنقطه اللي انا وكريم كنا بنتكلم مع حضرتك فيها قبل الفاصل. فكره هنا الاهتمام لما الواحد بيحصل عليه على الارض بيختلف تماما، اللعب والرانكينجز والبطولات والارقام. فيمكن مؤخرا ابتدى فعلا الاهلي يركز جدا مع الفريق، وفكره التناغم اللي بقى موجود بعد برضو لما جبت مدرب مختلف او مدرب اجنبي لعب على هذا الشق اللي البعض قد يرى ان هو مش فارق كتير، بس على الارض لا، واضح ان هو كان فارق كتير جدا بصراحه. هو طبعا المدرب يعني الدخله اللي هو دخلها على الفرقه ولمت الفرقه، وفكره المعسكر اللي عمله قبل البطوله اللي هو في المغرب رائع طبعا، لم اللعيبه كويس، زائد ان معايا رئيس جهاز كان لعيب دولي في النادي الاهلي، كابتن خالد العوضي كمان، كابتن خالد العوضي في مدير نشاط الوادي، وكابتن ياسر كان لعيب دولي وكابتن منتخب مصر بالظبط. فده كل ده تناغم، ودخل جوه اللعيبه ولموا اللعيبه ونفسيا علوا اللعيبه، فده هو ده اللي فرق مع فرقه النادي الاهلي. هل في نواقص؟ يعني هل نقصانا بعض الامور عشان نبقى خلاص بقى مطمنين على الفريق وعلى امكانيات اللعيبه اللي فيه وعلى كل التفاصيل المتعلقه بيه؟ احنا ناقصنا يعني لعيب المفروض ان هو يبقى زي يحيى الدرع في نادي الزمالك، عايزين باك ليفت كويس ويكون تقيل محلي ولا دولي؟ ما بص، هو يعني يعتبر ان احنا لازم، او يفضل ايه؟ يفضل ان هو يكون لعيب دولي، يعني يفضل ان هو يكون لعيب دولي تقيل او محترف دولي تقيل، زي اللعيب اللي هو بتاع قطر اللي احنا جايبينه دوت، ده فارق مع الفرقه جامد. احنا محتاجين واحد في الحته دي، ده ما بيقللش من اللعيبه اللي موجوده، بس اللعيبه الموجوده لسه سنها صغير، خبراتها لما تبقى معاها حد تقيل تاخد منه خبرات، اللعيبه دي ان شاء الله بعد كده هتدي مستوى عالي. فاحنا فاضل لنا الحته دي بس، وانا ان شاء الله عارف ان هم ان شاء الله هيدعموا الحته دي، مش هيسيبوها. ما عندناش لاعب مصري في نادي اخر في كره اليد ممكن نقول ان هو متالق جدا، ممكن ان احنا يعني نشتريه او غيره يحصل صفقه؟ هي معلش يعني احترامي مصر، هي يحيى الدرع وعلي زين بره في رومانيا، هم دول الاثنين في الحته دي اقوى اثنين. طب هل ده وقت حضرتك برضو لو هنرجع بنوستالجيا شويه، مش هكبرها مش قصدي نوستالجيا زمان قوي يعني، لا وقت حضرتك، هل برضو الوضع كان كده؟ ما كانش فيه لعيبه في نوادي مختلفه برضو اللعيبه الكبيره المتالقه المتميزه كانت اهلي وزمالك، ولا كان في نوادي اخرى؟ هي دايما اللعيبه كلها بتبقى هي اهلي وزمالك، حتى لو في لعيبه في اي انديه ثانيه بيتاخدوا اهلي وزمالك. ما هو ده اللي انا بتكلم فيه، ان انا ممكن اعمل صفقات مع نوادي اخرى بدل ما اجيب مثلا لاعب اجنبي، يعني انا بحاول افهم. ما الصفقه اللي انا هجيبها لازم تكون يكون لعيب دولي. اللعيبه الدوليه كلها في اهلي وزمالك بس في الخط الخلفي، يعني اهلي وزمالك تمام. فانا لا هعرف اخد من الزمالك ولا الزمالك هيعرف ياخد من الاهلي. الاحتراف في عالم كره اليد قريب شويه من الاحتراف في كره القدم، ولا اليته بتختلف؟ لا طبعا اليته بتختلف، مختلف في كل تمام. حاجه بتختلف في كل حاجه. اولا ماديا بتختلف فرق في شاسع بين اليد والقدم. لعيبه اليد كلها لعيبه يعني اغلبيتها بتشتغل، ما هياش مش زي القدم محترفه للحته دي بس يعني. لا لا لا، لان برضه ماديا ما يقدرش. طب هل دي اشاره ان في مشكله في التمويل او في الدعم؟ وبتكلم هنا على الاتحاد، مش بتكلم على نادي بعيد، على نوادي. يعني ايه اللي يمنع ان احنا يكون عندنا لعيبه وقتهم بالكامل موجه يعني للفريق بتاعك؟ هي دي محتاجه ان انت ماديا تبقى شايل اللعيب فاهم، هو ببيته باولاده وبالكلام ده كله، زي القدم انت اليد ما فيش الامكانيات دي اللي تقدر تعملها. برغم كل اللي حصل الفتره اللي فاتت وبطوله العالم اللي اتنظمت هنا واسمنا اللي بقى بيتقال كتير دايما، يعني كل باستحسان كل دوت برضه ماديا مش هتقدر تشيل، انت ممكن تشيل منتخب. يبقى المشكله عندنا برضه نرجع بقى لموضوع السبونسرز اللي كنا بنتكلم فيه قبل كده كتير، ان برضه الرياضه ما زالت غير جاذبه بما يكفي للرعاه عشان ومن الاتحاد يدرب. ليه مش متوفر الميزانيه يعني اللي لازم تستغل؟ يعني مش فاهمه دي. هي زي ما قال الاستاذ كريم ان انت لازم تجيبي سبونسر يشيل اللعبه. سبونسر بجيبه طبعا، وده بيبقى مهم وبيضيف، بس انا كاتحاد لأي رياضة مفروض أكون مغطي أو مكفي زي ما بتقال عندي الفرق المختلفة، ليه أنا مش واصل لهذه المرحلة؟ يعني ده راجع لإيه؟ ما أنا عشان أكفي لازم الفرقة هذيع ماتشات، الماتشات لازم تجيب إعلانات، فكل ده برضه هيتوقف إن لازم يبقى في مخصصات مثلا من الوزارة في بند كده في الميزانية، بيبقى في دعم موجود زي ما كانت نهاوند بتقول لحضرتك، إن هو إلى جانب وجود رعاة من عدمه، لا بس في حد أدنى
من الميزانيه اللي تسمح بان العجله تفضل دايره. لا الفتره الاخيره كل الاتحاد شايل لعبته، بنتكلم عن المنتخبات والله، كل الاتحاد شايل لعبته. والموارد بتيجي منين؟ الموارد هي بقى بتجيبها بقى من الاعلانات، زي مثلا الاتحاد مثلا عنده البنك الاهلي مثلا راعي، غير بقى ذكر اسامي بقى، او غير ذكر اسامي هيخسروا بس طالما بنك وطني بيمشي الحال. عنده سبونسر بيشيل المنتخب، فده بالنسبه للمنتخبات. الانديه طبعا الوضع مختلف. نتمنى ان الوضع عموما يتعدل عشان ما يبقاش في عندنا المشاكل اللي احنا بنتكلم فيها. يعني حتى على الاقل يعني كل لعبه يشيلها حاجه، يعني تشيلها شركه طبعا. تشيلها حاجه طبعا. الباسكت، الطايره، اليد طبعا. ده هيعلي مستوى الفرق جامد. انا رايي فعلا، ويمكن ده توجه الشركات مؤخرا، انا قلت الكلام ده قبل كده، فكره الاهتمام او اهتمام بعض الشركات بالرياضه والرياضيين اكتر اصبح من فكره ان انا الجا لشخص معروف او بابليك فيجر. واعتقد ده في الصالح العام افيد بكتير ان انا يبقى سبونسر او اجيب في الدعايه بتاعتي ابطال رياضه هيفيدوا بشكل او باخر. فيعني نتمنى مهمة وطنية يعني. طبعا، وده هيعلي منتخب وهيعلي انديه أكيد. زي ما اوروبا كلها شغاله كده يعني، اوروبا كلها شغاله. كابتن سامح نورتنا، وكل التوفيق ان شاء الله بقى ليه يعني منتخبنا وليه الاهلي كمان ان شاء الله. ربنا يكرمه ان شاء الله باذن الله. المسابقات اللي جايه ربنا يخليك، ربنا يخليك جزيلا. وبنشكر حضراتكم على حسن متابعتكم لينا، وان شاء الله يتجدد اللقاء بكره قبل دلوقتي بساعتين 10 الصبح في الاهلي. نشوفكم على خير.